السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي المغاربه. عندي واحد الموضوع اللي بغيت نهضر عليه وقافيه بزاف هضروا عليه بزاف الناس، كاين اللي عجبهم الحال كاين اللي ما عجبهمش الحال. انا اب، عندي عائله، عندي وليداتي. كنهضر لكم دابا على هذوك الجوج وليدات ديالك، داك الراب ديال الكوبي اتاي، داك الهضورات الخامجين اللي تقالوا، داك الشيء على الكاسيرات، داك الشيء كامل تري غاف، خايب بزاف وما فيه ما تسمع وما فيه ما يتقال. مي نقولوا عطينا واحد القضيه، هذوك الوليدات راهم مازال صغار، راهم شباب اللي عنده طموح، اللي بغى يولي فنان، اللي بغى يولي يولي شي حاجه اللي كيتمناها، وغير ما عرف لي يقيدو. انا هاد الوليدات هادو كنقول هاد عامين الحبس اللي تعطات لهم، واخا انا ما كنبغيش ندخل في داكشي ديال العداله، مي انا كنقول هاديك عامين الحبس بزاف. هاد الوليدات شنو داروا كاع؟ واش جليسة وشي واحد جليسة ما كياخدش عمان الحبس، كيجليسي بنادم كيدي كيضربو بالموسي يحيدو ما كياخدش عمان الحبس. دابا جيتو وليدات اللي عندهم بغاو يكونوا فنانة، بغاو يكونوا يكون لي ستار، هذاك الشيء عندهم طموح، وقالوا هاد الهضرة ما